واعلم أنه متى ما حلت بدعة في المجتمع إلا ورفع نظيرها من السنة. قال حسان بن عطية ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم نظيرها ثم لا تعود إليهم إلى قيام الساعة. فالبدع أمرها خطير، أمرها عظيم، وهي بريد الشرك،